بالله القوي وبنوره الجليل من الشيطان الغوي وأنا وأنتم نوحد القول العلي ونصلي ونسلم سويا على خير وخاتم نبي سبحانك اللهم وأنت بالمؤمنين حفي سبحانك أنزلت القرآن الكريم صدقا جليا سبحانك بعثت فينا خير نبي سبحانك وعدت بالجنة من عبادك من كان تقيا وندعوك ربنا بحق اسمك القوي وبحق اسمك العلي أن ترزقنا يا ربنا ذهنا ذكيا يفكر في ذلك العليا تفكيرا قويا إخوتنا إخوة الإيمان يقول نبينا المصطفى العنان إن القلوب تنطق كما ينطق الحديد قيل وما طلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله وتلاوة القرآن ويقول نبينا المصطفى العنان ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ويقول نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر قوتنا إخوة الإيمان من هنا من ساحة رجال الأعلام عائلات الأشقر العظام ونحن نجتمع اليوم على مائدة القرآن لنكرم راعينا الكريم عرف بطيب قلبه وعذوبة لسانه ونقاء صدره ألا وهو راعينا الكريم الحاج محمد الأشقر عميد آل الأشقر مشارك الأستاذ الدكتور نادر محمد الأشقر السيد المهندس نشنس محمد الأشقر والأستاذ أحمد محمد الأشقر والأستاذ محمود محمد الأشقر ونشارك شقيقه الكريم حاج أحمد الأشقر ونشارك أيضا السيد العمدة وقاضي المجالس العرفية عاطف صيفي يزن صاحب الواجب في كل مكان ونشارك أيضا أصحاب النسب والصهر سيد اللواء إيهاب بيك الحناوي الأستاذ محمود بهنسي ونشارك أيضا الحاج هشام الأشقر وكل عائلات الأشقر وعائلات صيفي يزن في مجلسنا هذا القرآني الذي نسعد فيه الليلة لعلم الإذاعة المصرية وكروان الإذاعة المصرية وقمر ليالي القرآنية بالجمهورية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم الإذاعة المصرية وكروان الفجر بالإذاعة وقيصر النغم كما لقبه أوديه على دائرة الإنترنت العالمية داعين الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوة
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن نغير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى
Oh,
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رميت ولكن الله
إن الله سميع What?
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما وأنه إليه تحشرون
واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. حقا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما تيسر من آيات سورة الأنفال المتنزلة على قلب النبي المصطفى سيد الرجال، أمتعنا بتلاوتها قارئنا صاحب القدر والمثقال فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم وكروان الإذاعة المصرية. والمقيم ببهنباي الدقازيق شرقية. باسم الأسرة الكريمة عائلات الأشقر، أسرة الراحل الكريم الحاج محمد الأشقر، نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. وباسم السيد العمدة وقاضي المجالس العرفية حاج عاطف سيف اليزن صاحب الواجب في كل مكان، نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. كابتن حسام خريبة الحاج الشامي الحارون. أشكر أيضا للأستاذ السيد الشوبكي وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شكر أيضا للفراشة الفندقية الكبرى وفخر أعمال الفراشة بالجمهورية حاج صلاح أبو حسين بالطيبة. الشكر أيضا للهندسة الإذاعية العالمية مهندس مؤمن الفكهاني، ولواجبات ضيافة الفندقية المتر محمد طه. أشكر أيضا لمصورنا الليلة وعمدة المصورين مهندس ناصر صلاح. أشكر أيضا المستشار أحمد بيك مجدي عاشور نجل النائب القدير حاجي مجدي عاشور. إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء. أخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا يتوقف إرسالنا إلى هذا الحد، على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، وكان معكم من أسرة المذيعين المستشار الإعلامي عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.